additional capabilities. By posturing these U.S. naval assets and advanced fighter aircraft in the region, we aim to send a strong message intended to deter a wider conflict. to. إذا الهدف من نشر القوات البحرية من أجل تعزيز قواتنا وذلك من أجل حماية والدفاع عن مصالحنا القومية ولهذه الغاية فإن المدمرة يو أس أس كورني والتي تعمل في البحر الأحمر قامت بإسقاط بإط... ثلاث صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الحوثي في اليمن وهذا العمل يؤكد على البنية الدفاعية التي قمنا بإنشائها في منطقة الشرق الأوسط والتي نستخدمها ب... عندما تستدعي ضرورة حماية مصالحنا وحلفانا شركانا لم يسقط أي ضحايا في صفوف القوات الأمريكية ولا سقوط ضحايا في المنطقة معلومات عن تلك الاعتراضات ما زالت قيد المعالجة ولا نستطيع أن نؤكد الأهداف التي كانت لتلك الصواريخ وطائرة المسيرة ولكن نعرف أنها أطلقت من اليمن باتجاه أهداف لها في إسرائيل ردنا على أي تهديدات في المنطقه سنقوم بها وذلك بما يخدم مصالحنا اذا الهجمات ربما مستمره وفي حال توفر اي مزيد من المعلومات فسنوفيكم بها ولكن كما اوضح وزير الدفاع فاننا نملك القدرات والمقدرات للدفاع عن مصالحنا وكذلك ردع اي تصعيد في المنطقه وكذلك عدم توسيع نطاق النزاع بعد هجوم حماس علي المدنيين الاسرائيليين في السابع من اكتوبر المدمره كورني وغيرها من السفن ستبقى متاهبه وسنوافيكم باخر مستجد مستجدات بشان هجمات طائرات المسيره ضد منشات امريكيه في سوريا والعراق ومنشاه امريكيه استهدفت عسكريه امريكيه استهدفت من قبل طائرتين مسيرتين وتم اسقاط طائره واخرى تسببت باصابات طفيفه ل ايضا اجهزه الانذار المبكر اشارت الي هجوم يستهدف قاعده عين الاسد وغيرها ورغم ان عدم حدوث اي هجوم فان احد المتعاقدين المدنيين اصيب بسكته قلبيه اثناء وجوده في الملجا وخالص تعازينا لعائلاتي واقاربي ذلك الشخص الذي قضى نحبه. في السابع عشر من اكتوبر القوات الامريكيه تصدت لثلاث طائرات مسيره استهدفت قوات التحالف في العراق وفي غرب العراق القوات الامريكيه في قاعده عين الاسد قامت باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين بعد اطلاقهما صواريخ او تسببت باصابات طفيه لن اتكهن بشان اي ردود علي تلك الهجمات ولكنني اقول اننا سنقوم بكل الاجراءات اللازمه من اجل حمايه القوات الامريكيه وقوات التحالف ضد اي تهديدات واي رد يجب أن يجري في الوقت والمكان والزمان الذي نختاره وعلى ضوء كل هذه الأحداث فإن وزير الدفاع منخرط على نحو نشط مع نظرائه في منطقة الشرق الأوسط واليوم أجرى عددا من المكالمات الهاتفية بما في ذلك مناقشة مع سمو الشيخ محمد بن زايد وكذلك سمو الشيخ تميم أمير دولة قطر وكذلك خالد بن سلمان آل سعود وزير الدفاع السعودي كذلك تحدث وزير الدفاع إلى وزير الدفاع الإسرائيلي جولاند قبل قليل خلال تلك المكالمات عاد التأكيد على دعوة إسرائيل على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كذلك أكد على أهمية حماية المدنيين من الفلسطينيين والإسرائيليين كما أكد وشدد على أن دولة أن أي دولة أو كيان يريد أن يستغل الوضع في إسرائيل بما يوسع نطاق هذه الحرب بأن يعني يفكر مليا ولا يشكك في عزيمه واسرار الولايات المتحده وان توسيع الصراع بين اسرائيل وحماس يستدعي منا التاهب والاستعداد للدفاع عن حلفائنا وشركائنا وهذه المعلومات سيتم اضافتها الى الموقع الالكتروني وفيما يتعلق بدعم الولايات المتحده لاسرائيل فان اول شحنه من الامدادات العسكريه بما في ذلك في بما في ذلك الذخائر وصلت الي اسرائيل الاسبوع الماضي و هذا ياتي بناء علي طلب اسرائيل بما يتعلق بالذكاء الذخائر الموجهه بما في ذلك قنابل دقيقة وكذلك الذخائر الخاصه بمدفعية 155 هاوتزر وتم تزويد مقدرات خاصة بالقبة الحديدية وخلال الأيام القائمة سيتم تطير او ارسال عدد من صواريخ الاعتراض التي تستخدم في القبه القبه الحديديه وذلك لتعويض ما تم فقده ولحمايه المدنيين الذين تعرضون للهجوم وسنستخدم عدد من السبل والطرق بما في ذلك المخزون الذي لدينا بما يعزز على دعمنا الراسخ والمتين لاسرائيل وجيشها وشعبها وزاره الدفاع ستواصل والتخطيط للقيام بتلك العمليات بشكل محترف وبما يؤكد على حقنا في الدفاع عن مواطنينا هل لا تحدثنا فيما اذا كان هناك جوله جديده من الهجمات التي استهدفت قاعده او تستهدف قاعده عين الاسد اليوم نعم اطلعت على بعض التقارير التي تتعلق بهذا الموضوع وليس هناك اي تفاصيل وافيكم بها وحال توفر مزيد من المعلومات فسنطلعكم عليها بشكل عام ومع ارتفاع وتيره العنف منذ الهجوم الذي استهدف المستشفى ما هي الاجراءات والتدابير التي تتخذونها لحمايه قواتكم وخصوصا ان هنالك من يحاول ارسال اسلحه وقوات لحزب الله نحن نتعامل مع موضوع حماية قواتنا على نحو جدي وسنواصل ذلك لن أخوض في التدابير والإجراءات الخاصة بحماية قواتنا ولكن عندما تكون قواتنا في موضع الخطر سنبحث وندرس الطرق التي من شأنها الحفاظ على أمنهم وأمانهم إذا هذا أمر سنواصل متابعته ولكن كما ذكرت نحن مستقر مستمرون في التعامل مع موضوع حمايه قواتنا علي, على نحو جدي هل ستتخذون تدابير اضافيه وهل تتابعون اي اي ارتفاع في وتيره استخدام الطائرات المسيره نعم نحن نقوم بالتدابير اللازمه لحمايه قواتنا وتامينهم ولن اخوض في التفاصيل مره اخري ولكن من الواضح ان هذا ارتفاع يعد ارتفاعا في طبيعة الأنشطة الخاصة بالطائرات المسيرة في كل من العراق وسوريا ولكن وأكتفي بذلك مرحبا إذا هذا سؤال حساس للغاية هناك كثير من الحديث الذي يتم على صعيد القوات القوات الخاصة وأن الرئيس الأمريكي عندما زار إسرائيل التقط صورا مع ما يبدو أنهم عناصر قوات خاصة هل تؤكدون انه لا من القوات الخاصة الامريكية وهنالك اي سياسة تتعلق بالتقاط صور لعناصر القوات الخاصة احيلك البيت الابيض فيما يتعلق باي معلومات تتعلق بهذا الموضوع شكرا اذا تلك الهجمات في كل من سوريا والعراق البنتاغون في العادة يضع اللائمة على الميليشيات المدعومة من إيران وحسب وصفكم هل لديكم إحساس أو شعور بأن الحال كذلك نحن نتابع تقييم طبيعة تلك الهجمات وسننظر في الأمر عن كثب وكما فعلنا وكادأبنا في الماضي رأينا ميليشيات مسنودة بإيران تنفذ مثل هذه العمليات والآن إذا هل لك أي جديد بشأن ارتباط إيران بشكل مباشر بالهجوم الذي نفذته حماس لا إلى الآن المعلومات المتوفرة لا تظهر أن هناك ارتباطا مباشرا بارتباط إيران بشكل مباشر في الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر ولكن نحن نعرف كما سمعنا من آخرين بأن إيران تربطها علاقه مهمه وقويه مع حماس فيما يتعلق بتمويلها وتدريبها ودعمها وفي هذا الاطار فبالتاكيد انهم يتحملون بعض المسؤوليه ولكن ليس هناك ارتباط او ربط مباشر بين ايران وما ت... ما حدث في ذلك فيما يتعلق بالمدمره يو اس كروني قلت أنها تحمل أنها هي اعترضت الصواريخ هل تعتقد بأن تلك الصواريخ التي انطلقت من اليمن تستهدف تلك المدمرة ما ذكرته في بداية حديثي هو ما, ما نعرفه إلى الآن ماذا بشأن القدرات البحرية الموجودة في منطقتي شرق المتوسط والبحر الأحمر عدد السفن والقطاع البحرية الموجودة في المنطقة لن أعطيك تفصيلا وقائمة بكل القوات المتواجدة في المنطقة سوى أن حاملة الطائرات جيرالد فورد والسفن والقطاع البحرية المرافقة لها ما زالت موجودة في منطقة الشرق ال والفرقاطة يو اس موجودة في البحر المتوسط وكما ذكرت الآن حملة الطائرات أيزنهاور تمخر عباب المحيط الأطلسي باتجاه البحر المتوسط وطبعا هنالك بعض القطع في منطقة خليج عابد عدن وزارة الخارجية أصدرت, أصدرت اصدرت تنبيها شاملا هل سيكون هناك ايضا تنبيها من قبل وزارة الدفاع لعائلات العسكريين بان هنالك هنالك هجمات يمكن ان تستهدفهم ليس بالضروره فقط في منطقه الشرق الاوسط بل في العالم باسره انا لا اتابع اي تهديدات محدده ولكن نحن نتعامل مع موضوع حمايه قواتنا بشكل جدي بغض النظر عن اماكن تواجدهم او خدمتهم ماذا ماذا اذا هنالك امران منفصلان مسؤوليه وزاره الخارجيه بتنبيه وتحذير الرعايه الامريكيين والطواقم الدبلوماسيه وما تقوم به وزاره الدفاع من حيث حمايه قواتنا والى الان ليس هنالك اي تهديد مباشر يستهدف قواتنا واسرها وعائلاتها. سناخذ بعض الاسئله بالانترنت من من الصحفيين اذا هل هنالك اي سبب يجعلكم تعتقدون بان من يقومون بهذه الهجمات هم من من اليمن ثم هل هنالك اي طائره امريكيه او منشات اخرى تعرضت لضرر كبير من هذه الهجمات شكرا جوردن فيما يخص من قام بهذه الهجمات نحن بصدد مواصله التحقيق وليس لدي اي معلومات بالامكان تقديمها او اي تفاصيل اخرى ساذهب الى ربيكا من بي بي سي تفضلي. شكرا لاختيار سؤالي اريد ان اسال فيما يخص التقارير التي جاءت بخصوص الجيش الاسرائيلي ولا اريد الدخول في تفاصيل العمليات بامكانكم ان تسالوا المتحدث الرسمي الاسرائيلي فيما يخص المدني المتعاقد الذي توفي بنوبه قلبيه هل بالامكان اعطاء تفاصيل وماذا عن عمل هذه الشركات ليس لدي اي تفاصيل بخصوص ما حصل اذا ما كان لدينا معلومات اضافيه سنمكنكم منها فيما يخص بإمكاني أن أصل إلى أرقام العاملين هناك لدي سؤال ثاني، تحدثتم عن هذه عن عدم ارتباط مباشر لإيران بهجوم السابع من أكتوبر. ولكن هل هنالك اي ارتباط بخصوص ما حصل بعد 7 اكتوبر؟ هل هنالك اي مسانده بعد بدايه القصف؟ الواقع انني لا اريد ان ادخل في افتراضات، وهنالك توتر في المنطقه، لذلك نحن نعمل حتى لا يتم توسيع نطاق هذه الحرب ونتصل بالقاده لتبادل المعلومات وكذلك نريد ان يكون رساله ردعنا واضحه لتفادي الحسابات الخاطئه مره اخرى نحن بصدد تحليل طبيعه هذه الهجمات التي تعرضنا اليها ولكن ذلك ما لدينا من معلومات سنركز خاصه على التحقيق وان نتاكد من ان اننا فعالين في الردع من عدم توسع نطاق الحرب وتقديم كذلك المساعدات اللازمه لاسرائيل عندما تتحدث عن اعتراض هذه الصواريخ والمسيرات هل ساهمت ربما أطراف آآ آآ ثانية هل بإمكاني مدكم بمعلومات استخبارية بهذا الخصوص الولايات المتحدة تعمل العديد من, من الشركاء والأطراف في هذه المنطقة وكذلك في هذه الحالات الخاصة وناخذ هذه المخاطر محمل جد مثل ما قلت هل يتم ذلك بالاشتراك مع اطراف اخرى ليس لدي معلومات فيما يخص قصف المستشفي الرئيس اكد بان الجيش الاسرائيلي ليس مسؤولا وقد تم استغلال صوره من الجزيره من قبل الإسرائيليين للتأكيد من أن الصاروخ سقط من قبل أطراف من الجهاد الإسلامي وأنه تم اعتراض هذا الصاروخ قبل سبع دقائق ولكن القناة الإنجليزية سيبي فور من فضلك اذهب إلى سؤال مباشرة هنالك تساؤلات بخصوص ما صرح به الرئيس وما تصرح به الجيش الاسرائيلي من استهدافهم لمنشات تستخدمها حماس كقاعده لهجوماتها بما في ذلك المستشفيات اولا لا يجب ان نخلط هذه هي وسائل الاعلام ومصادر لدينا قدرات الخاصه للتقييم وهنالك مصادر مفتوحه للمعلومات وانتم تعلم ان البيت الابيض اصدر بلاغا بهذا الخصوص ونحن نستخدم معلوماتنا الاستخباريه الخاصه للقيام بهذا التقييم وبإمكان ان اقول ان ما لدينا من معلومات هو ان اسرائيل لم تكن مسؤوله على قصف المستشفى نواصل تقييم هذا الامر ولكن المؤشرات الحاليه تؤكد بان حركه الجهاد الاسلامي اطلقت صاروخ تم اعتراضه وسقط على المستشفى لكننا بصدد التحقيق وحتى أطمئنك نحن لا نعول على التقارير من قبل وسائل الإعلام الوصول إلى هذه المخرجات <applause> إذا هذا يعطي لا تعتبر ذلك جريمة حرب <تصفيق> <تصفيق> ولماذا لا تتقاسمون هذه المعلومات من أمر يتعلق بجريمة حرب نحن لا يمكننا أن نتشارك في هذه المعلومات <applause> توضيحات بخصوص ما حصل في قواعدكم في سوريا وفي العراق تحدثتم بخصوص مسيرات هل بالإمكان القول إن كان اعتراضات الصواريخ المسيرات في البحر أم في الأرض إذا لا يمكنني الإدلاء بتفاصيل في الوقت الحالي نعلم أن كان هناك اعتراض لصواريخ بحرية وما يمكننا القول ان قدراتنا الدفاعيه تمكنت من التصدي لهذه الهجمات سؤال اضافي بخصوص ما تقومون بردع هل تعمل هذه طريقة الردع أم تعتبرون هنالك تصعيد يستهدفكم من المهم جدا أن نوضح بأن هذه الهجمات ليست على سعيد عالي وسنقوم بما ينبغي لحماية قواتنا في كل الأحوال وسنختار الوقت والطريقة التي نرد بها على هذه الهجمات و اؤكد مره اخرى ان تواجدنا هنالك هو الردع لعدم توسع مسرح القتال في المنطقه لذلك نواصل التواصل بطريقه نشطه مع الشركاء في المنطقه اضافه الى ردع العناصر التي ربما قد تستغل هذا النزاع لتوسيعه نريد أن يبقى هذا النزاع فقط بين حماس وبين الجيش الإسرائيلي ولا يتحول إلى نزاع إقليمي عندما ننصت إلى ذلك توحي لنا وكأن منطقة الشرق الأوسط تندلع فيها النيران بأكملها تحدثتم عن هذه هي الأجمات عندما نتحدث عن سوريا والعراق ذلك ربما يعني تورط إيران نحن نأخذ هذا التحقيق بمحمل ألجد وكذلك مثل ما قلت نريد تأمين قوتنا وأن لا يتسع نطاق هذا النزاع وأن يتم حصره بين إسرائيل وحماس كذلك نتشاور مع شركائنا لأن على هذا الردع إذا هاتي المساعدة الإسرائيلية هل هي من مخزون الدفاع الأمريكي بالنسبة لضخائر القبة الحديدية توني لدينا العديد من المخازن فيها الذي يتواجد في إسرائيل ولا يمكنني الدخول في تفاصيل لكن لدينا مستودعات أخرى في مناطق هل ممكن إعادة السؤال الأول حسناً في ما يخص طرق الاعتراض لدينا قواعدنا العسكرية تعطي هذا التزويد بالأمداد لدينا كذلك طائرات F-15 و F-16 عشر وليس لا تتواجد في الوقت الحالي طائرات اف 35 رفعت يدك تفضل شكر لدينا سؤالين بخصوص اوكرانيا هنالك تقرير او روايات بان هنالك ذخائر كانت موجهه لاوكرانيا وذهبت الى اسرائيل هذا مجانب للحقيقة أه نحن نواصل إمداد أوكرانيا بما تحتاجه هل هنالك أي تقييم بخصوص حاجيات أوكرانيا لا يمكنني الدخول في التفاصيل مثل باقي الأنظمة المعدات التي نقدمها لأوكرانيا نحن نتاكد من ان هذه الامدادات يتم استخدامها داخل الاراضي الاوكرانيه هنالك التزام هل هنالك التزام بتقديم احزمه اخري نحن سنواصل مع الشركاء والحلفاء مسانده اوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد روسيا شكرا لاختيار سؤالي تحدثتم بخصوص هذه الهجمات بالمسيرات والصواريخ التي اطلقها الحوثيون ما مدي قلقكم بخصوص استهداف السفارات الأمريكية والجاليات الأمريكية في خضم هذه الاحتجاجات والمظاهرات في المنطقة وماذا عن تقديم رفع سرية عن بعض المعلومات بخصوص بخصوص قصف المستشفى شكرا جاف مثلما قلت لزميلك ليس لدينا تفاصيل نقدمها ليس لدينا تفاصيل إضافية في الوقت الحالي في ما يخص منطقة الشرق الأوسط نحن نأخذ محمل الجد سلامة وأمن مواطنينا الأمريكيين ونواصل التشاور مع وزارة الخارجية نحن نعترف بان هنالك توتر كبير في منطقه الشرق الاوسط وليس هنالك اي معلومات بخصوص مخاطر محدده لاستهداف العائلات الامريكيه سواء كانت من المدنيين او من القوات المصالحة ونعمل على سلامتهم لماذا قامت الولايات المتحده ب إسقاطي تلك الصواريخ والطائرات المسيره وما ما قراته في بدايه حديثي هو المعلومات التي لدي انت لم تتطرق الى هذا الموضوع وبالنسبه هنالك حالات اعترضت فيها قوات امريكيه صواريخ وطائرات مسيره ولكن لا اعتقد ان الولايات المتحده اعترضت اي صواريخ او في منطقه الشمال البحر المتوسط هل هذا جهد لحمايه اسرائيل اذا كما ذكرت تم اكتشاف تلك الصواريخ واتخذ القرار بانها تمثل تهديدا محتملا وخصوصا علي ضوء مسار مسارها وتم اتخاذ ذلك الاجراء اذا اذا هذا امر ما زلنا نعمل على تقييمه فيما اذا متجهه لاسرائيل هل وزير الدفاع أمر باتخاذ ذلك القرار ليس حسب علمي إذا ليس لدي المعلومات المحددة بشأن ذلك التفويض الذي طيب يعطيه للقوات البحرية ولكن طبعا نحن نملك حقا أصيلا فيما يتعلق بالدفاع عن نفسنا واتخذ القرار لإطلاق الصواريخ المعترضة فقط للتوضيح هل كانت هذه تستهدف أماكن داخل إسرائيل أو كانت متجهة باتجاه إسرائيل نعم صحيح إذا كما ذكرته في بداية حديثي هو كل المعلومات التي يمكن أن أطلعكم عليها أعود للسؤال الخاص بالمستشفى هناك تقارير تشير بأن هناك المئات من الضحايا والآن وكالة اف بي تقول أن عدد الضحايا الذين سقطوا في المستشفى من 30 إلى 50 هل لديكم تصور اوضح فيما يتعلق بعد الضحايا الذين سقطوا في محيط المستشفى ليس بعد هذا امر ما زلنا نعمل عليه ونبحثه ونحن اطلعنا على تقارير عن ارقام يعني تتفاوت بحد الى حد كبير يوم الثلاثاء وزاره الدفاع وزاره الدفاع اعلنت بانها ستصدر أمرا بالتهب والتحرك لحوالي ألفي عنصر ولكن لم يتم ذلك هل تم تحديد تلك القوات وإذا نحن قمنا بتحديد الوحدات التي سنأخذ منها تلك القوات ولكن لا نأخذ في تفاصيل ذلك الإجراء ما لم تكلف تلك القوات للتعبئة والانتشار إذا هل هي من داخل الولايات المتحدة أم غيرها لا تعليق